الآن في الميقات في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمون في مكة. لبيك اللهم عمرة عن المرحوم الحاج نمير أبو أمير رحمه الله واسكنه فسيح جناته. الآن في بداية الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة في عهد المرحوم الحاج نمير أبو أمير رحمه الله واسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، أغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان محسنا فزد في حسناته، من كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته، اللهم تقبل منه قليلا وتجاوز عن تقصير. اللهم افتح أبواب السماء العليا وأبواب رحمتك وأبواب جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وذرية خيرا من ذريته. اللهم وأدخله الجنة، اللهم وأدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم امد له في قبره مد بصره، اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقله من ضية الدهود والخلود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مفتور وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.